تحت رعاية محافظ العاصمة سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة أقيم مهرجان أسبوع الدراجات النارية في نسخته الثامنة بمشاركة أكثر من 600 دراج من البحرين ومن دول مجلس التعاون الخليجي. من الجميل أن نعبر عما في داخلنا من مشاعر فرح حسب ما نحب، وأن نصل برسالتنا إلى الجميع وإن اختلفت الطرق وتعددت. فهنا اجتمع أكثر من 600 دراج لينقلوا رسالتهم المعبرة عن الحب والولاء والسلام لمملكة البحرين بكل فخر واعتزاز، تزامناً مع فعاليات واحتفالات المملكة بعيدها الوطني المجيد وعيد الجلوس. طبعاً لا شك احنا سعيدين برعاية مهرجان الدراجات النارية. لا شك هذا المهرجان يأتي من ضمن احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني، وكون البحرين بلد سياحي فهي تشجع هذا النوع من المهرجانات، خصوصاً كثير من إخواننا في السعودية والدول الخليج أمس يعني عبروا من خلال الجسر فوق 300 دراجة. فطبعاً اليوم مثل ما نشوف يوم عائلي جميل، الكل متواجد، ولولا البرد يعني مثل وصلنا البرد، لكن الحمد لله الأجواء جميلة والكل فرحان وفي مشاركة كبيرة من جميع الدول، وهذه دائماً من أهدافنا تشجيع السياحة وتشجيع زيارة البحرين خصوصاً في هذه الفترة. الفعالية لها ثلاث رسائل. الرسالة الأولى واللي هي أن البحرين أرض السلام وأرض الحمد لله رب العالمين الأمان والسلامة والسياحة في نفس الوقت، مثل ما تشوفون السواح من كل دول الخليج يحضروننا فوق تقريبا 300-350 دراجة اللي دخلوا أمس معنا من جسر الملك فهد. الرسالة الثانية طبعا رسالة ولائية، وهذا أبسط رسالة احنا نقدمها لحكومتنا الرشيدة اللي هي المسيرة الأساسية للمهرجان، مسيرة الدراجات النارية، مسيرة نفداك يا وطن، طبعا تكون يوم الجمعة بمرافقة طبعا شرطة المرور والدفاع المدني، من تنطلق عادة من موقع الفعالية إلى حلبة البحرين الدولية وثم نرجع نقوم بالاحتفالات اللي انتم تشوفونها. وأما الرسالة الثالثة فهي رسالة خيرية، نستضيف جهة خيرية في البلد تكون مساندة لنا للفعالية ولها ريع طبعا من المهرجان يخصص لها. التجمع السنوي للدراجات النارية جمع دراجي مملكة البحرين بأشقائهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مهرجان أسبوع الدراجات النارية في نسخته الثامنة، ولم تكن المسافة لتعيق مشاركتهم في هذا المهرجان الذي جمعهم ليؤكدوا على الترابط والوحدة الخليجية. همنا كدراجين ان احنا نشارك فيه سنويا لما فيه من جمال في التنظيم المهرجان وتجمع رائع لجميع الدراجين من دول الخليج، فانهم ينمون مهاراتهم وموهبتهم للدراجات الناريه. في الحقيقه لا يسعني في هذا المقام مهرجان الدراجات الناريه الثامن مملكه البحرين الا ان اتقدم بالشكر الجزيل على كل الواقفين والعاملين على انجاح هذا البرنامج الذي يعبر عن لحمه الخليج العربي. جميع دول الخليج اجتمعت الآن دلالة على التوحد ولحمة الصف. مملكة البحرين ما هي بغريبة عليها هذا الشيء، أسأل الله سبحانه وتعالى يديم عليها الأمن والأمان. الدراجات النارية بأنواعها المختلفة حجزت مكانها في المهرجان لعرضها إلى جانب الأماكن الخاصة التي وجدت للرعاة والداعمين ليعرضوا منتجاتهم المختلفة. من النسخة الثامنة لمهرجان أسبوع الدراجات النارية يقام هذا المهرجان بالتزامن مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني وعيد الجلوس، وهذا المهرجان يجمع مختلف الدراجات النارية بمشاركة واسعة من دول مجلس التعاون الخليجي. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.